السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد. أتمنى الكل يكون بألف خير. معكم أخوكم عبد الحكيم. اليوم راح أشرح لكم كيفية نشر صورة في جميع الجروبات طبعا لطلب بعض الأصدقاء. راح نلاحظ هنا في بعض الأصدقاء طلبوا مني كيفية نشر صورة. هنا أخي إذا المنشور فيه صورة كيف أنشره، وهنا في أخ آخر أستطيع إضافة الصورة بالبوست، وفي بعض الناس تواصلوا يعني في الفيسبوك الخاص بي وعلى قناة التليجرام تواصلت معهم وشرحت لهم، ولكن أظن أنهم لم يعرفوا كيفية التطبيق. في هذا الفيديو راح أشرح لكم التطبيق بطريقة جد سهلة. فقط شاهد الفيديو حتى الأخير قبل لا أدخل في التطبيق العملي. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يوصلك كل جديد. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا إخواني أخواتي من جديد. نبدأ في الشرح على بركة الله في طريقتين. الطريقة الأولى أخذ رابط الصورة، وهذه الطريقة مش مضمونة يا إخوان. والطريقة الثانية التي سأشارك معكم في هذا الفيديو، راح تدخل إلى تطبيق كوير، حاسب لكم رابط تحميل هذا التطبيق أسفل الفيديو، ثم راح تدخل إلى الصفحة الخاصة بك. أوكي، بعد الدخول الى الصفحة الخاصة بك على الفيسبوك راح تضغط هنا في الاعلى، ثم راح تكتب هنا يعني مكان الام www.facebook.com، ثم راح نعمل انتري. راح يتحول عندنا الهاتف مثل الحاسوب. اوكي، ثم راح نضغط هنا على ثلاث نقط، راح ننزل الى راح نقوم بعرض اصدار باصدار سطح المكتب عشان لاحظوا الصورة كاملة. إخواني أخواتي طريقة جد سهلة. لاحظوا كشكل شكل الهاتف، يعني شكل المتصفح مثل الحاسوب. أنا سبق أن يعني قمت ببوست لاختصار الوقت، راح أشرح لكم هنا فقط صورة للوجو خاص بقناتي، ثم أضفت هنا كتابة، ثم أضفت هنا يعني رابط قناتي. ممكن أن تضيف رابط قناتك في فيديو سبق لو شرحت كيفية اختصار رابط خاص بالفيديو، راح تلقى الفيديو في القناة، أتمنى تشوفه. وممكن تلغي التعليق، ممكن تلغي الاشتراك أنت واللي بغيتي، ماشي مشكل. ثم راح نضغط هنا على خاصية، دقيقة، هنا خاصية عرض كما يظهر للزائر. لاحظ أخي هنا عرض كما يظهر للزائر، راح تضغط عليها راح نشوف تغير الشكل يعني كما يلاحظ زائر يعني الصفحة الخاصة بك. ثم راح نضغط على مشاركة للصورة، ثم لاحظ انضافت لنا هنا خاصية مشاركة في المجموعات، راح نضغط على مشاركة في المجموعات. وبهذه الطريقة يا أخي راح يعني راح تنشر بضغطة واحدة في جميع المجموعات التي تختارها أنت. أوكي، يعني مش مجموعات كل المجموعات، ممكن تختار مجموعات يا أخي هنا بضغطة زر واحدة. لاحظ انضافت لنا خاصية المشاركة، راح أضيف هذا البوست في يعني مجموعة تبادل الشراكات اليوتيوب، راح اضغط هنا، ثم راح تنتظر 10 ثواني او 15 ثانية، ثم تقوم بنشر اخر في هنا يا اخي بضغطة زر واحدة. هذه الطريقة لكي لا يتم حظر حسابك فقط من النشر، ليس حظر الصفحة الخاصة بك يعني نهائيا، فقط من النشر لمدة معينة. وبهذه الطريقة لا يتم حظر حسابك، فقط يعني فرق 10 ثواني او 15 ثانية، ثم تضغط هنا مشاركة. بهذه الطريقة لا تخف على صفحتك يا اخي، وانشر كما تريد في جميع المجموعات الخاصة بك. راح اقوم بمشاركة اخرى لكي تشوفوا التجربة، يعني مو مشكلة عندي اطلاقا اخي. لاحظ راح انتظر قليلا ثم راح اقوم بمشاركة اخرى، راح ننزل الى اسفل لكي يعني هنا راح اضغط هنا. لاحظوا اخوان الطريقة جد سهلة،
وهذه الطريقه اللي طلب الاصدقاء اللي طلبوا مني نشر صوره ونشر بوست على الصوره. الطريقتين صحيحتين اخي اخواتي بطريقه جد سهله. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الجرس كي يوصلكم كل جديد. شكرا على مشاهده الفيديو. باي باي.